49 عضوا بالاتحاد الافريقي يوقعون على اتفاقية التجارة القارية الحرة. السيسي يوجه برفع كفاءة شبكة السكك الحديدية والطرق وتطوير المنظومة التأمينية لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحوادث. عزام الأحمد يؤكد مواصلة التحرك لعزل الموقف الأمريكي بشأن القدس ويشيد بدور البرلمان العربي تجاه القضية. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف، أهلا بكم مشاهدي الكرام. إلى تفاصيل أنباء العاشرة من أونلايف. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال خطة رفع كفاءة شبكة السكة الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع، وذلك باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الإلكتروني. كما أكد السيسي خلال اجتماع مع وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال. كما أكد السيسي أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، وأشار إلى دورها الرئيس في إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إتمام دراسة تطوير المنظومة التأمينية على الطرق وتوفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على التخفيف من آثار حوادث الطرق. كما شدد الرئيس على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية على الطرق السريعة، فضلا عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل. بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالات الإنسانية والعالقين وكذا المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن مواطني قطاع غزة. يذكر أن معبر رفح يعمل أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، فيما يتوقف يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى مدخل مدينة العريش من الغرب، ليكون من 1 صباحا وحتى 5 من صباح نفس اليوم، على أن يبدأ تطبيق القرار من 14 يوليو الجاري. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري غدا جولة أوروبية تشمل كل من ألمانيا والنمسا. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الجولة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا وكذلك التنسيق مع الشركاء الأوروبيين. كما أوضح أن برنامج زيارة شكري يشمل عددا من اللقاءات مع المسؤولين الألمان بكل من الحكومة والبرلمان. وفيما يتعلق بزيارة شكري إلى النمسا، أوضح أبو زيد أنها تشمل لقاء المستشار سباستيان كورز ووزيرة الخارجية كارين كنايزل وتناقش سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية. قال بول كجامي رئيس الاتحاد الافريقي ان القيمة الافريقية في موريتانيا احرزت تقدما في عدة موضوعات، منها الموازنة والاصلاح المؤسسي والصحة وتمكين المرأة. لقد احرزنا تقدم جيد بشان الموازنة، امن الاصلاح المؤسسي، الصحة، تمكين المرأة، الشراكات الدولية والمكافحة ضد الفساد بين امور اخرى. نحن ندير عمل قمتنا بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية، ونتناول القضايا ذات الأقصى الأولوية القصوى لقارتنا، وسوف نستمر في التحسين على وجه الخصوص بالإدارة الوقت والإنتاجية. عقد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي مؤتمرا صحفيا يستعرض من خلاله خطة عمل البرلمان بشأن فلسطين عقب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.
أولا نحن ندعو مجلس الأمن الدولي لاستنكار وإدانة الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني العازل، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس باطل ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية. مخاطبة برلمان الدنمارك وتثمين ما قام به بإصدار قرار يمنع الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية. مخاطبة برلمان دولة بارغواي وبرلمان غواتيمالا، هذه الدول التي نقلت، هذه الدول التي استجابت ونقلت سفاراتها إلى مدينة القدس، وإبلاغهما إدانة واستنكار البرلمان العربي لإجراءات نقل سفارتيهما إلى القدس. أيضا مخاطبة برلمانات الدول التي أبدت نيتها لنقل سفاراتها إلى القدس أو صوتت ضد قرار الجمعية العامة بشأن القدس. من جانبه أكد نائب رئيس لجنة فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن البرلمان العربي لعب دورا أساسيا في توحيد الموقف العربي بشأن فلسطين، مؤكدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام. تحركنا على الصعيد الإقليمي مع البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الوطنية في دول يعني مختلف دول العالم واتحاد البرلمان الدولي ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها. سنواصل هذا التحرك لعزل الموقف الأمريكي وعزل الموقف الإسرائيلي والتصدي له. استمرار التحرك وتواصله وصلابات الموقف العربي الموحد على كافة الصعود ليس فقط البرلمانية، أنا بتقديري سنفشل التحرك الأمريكي التي تحاول الآن يعني البحث عن أسلوب جديد لتدخل به. اتصالات مباشرة تمت وفي معركة خضناها في اتحاد البرلمان الدولي ونجحنا في عندما توحد الموقف البرلماني العربي، البرلمانات العربية مع الدول الإسلامية مع معظم البرلمانات الإفريقية، نجحنا في اتخاذ قرار لأول مرة في ضد إسرائيل ومحاصرتها. كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن مباحثات أردنية روسية في موسكو الأسبوع الجاري لبحث التادية في جنوب سوريا، كما أوضح أنه سيتوجه غدا إلى موسكو لبحث التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالمنطقة. غدا وعلى دار يومين سألتقي وزير الخارجية الروسي لافروف لإجراء مناقشات تتعلق بكيفية العمل على تنفيذ وقف لإطلاق النار وخلق ظروف مواتية على الأرض يستطيع من خلالها الناس الشعور بالأمن، وكذلك مناقشة تسهيل وصول الإمدادات إلى السوريين داخل دولتهم وعلى أراضيهم. ميدانيا استعاد الجيش العربي السوري سيطرة على بلدة المسفرة شرقي محافظة درعا بعد اشتباكات عنيفة مع المعارضة المسلحة، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات مع المسلحين في البلدة انتهت بالقضاء على عدد منهم والسيطرة عليها. ولفتت الوسائل إلى أن القوات تقوم بتمشيط البلدة وتطهيرها من المتفجرات تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم. على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين جنوب سوريا إلى 270 ألفا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة. هذا وقال متحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أن المفوضية كانت تتوقع أن يصل عدد النازحين إلى 200 ألف لكنه تجاوز الرقم المتوقع، وقد أجبرت العملية العسكرية عشرات الألاف من المدنيين على الفرار من بلداتهم وقراهم خاصة في الريف الشرقي، وتوجه معظمهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن. هذا القصف اللي جانا هذه المرة مو مثل أي قصف، فدوبنا لحقنا حالنا وطلعنا أولادنا ونسواننا من تحت الأنقاض، يعني هربنا من القصف وإجينا عادنا على الشيك الأردني على أساس إنه شو فوت العالم، بس يعني تقاو بشان شو بشان أمان يعني، ومعنا نسوان حوامل، معنا نسوان كبيرة عندها أمراض. لا ظل لنا أولاد ولا ظل لنا بيوت ولا أبواب نتقاوى فيها، قاعدين بالتراب ريحة مي، ما في نغسل وجوهنا ولا إيدينا، لا في نشرب ولا في أكل،
بندور قاعدين على الاكل دواره، الخبز اليابس والله والله بناكل خبز يابس قاعدين بنكسر وبناكل. وفي اليمن، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء في إطار مسعي لاستئناف العملية السياسية بالبلاد. وأفاد مصدر دبلوماسي يمني أن المبعوث الأممي سيعرض خلال لقاءاته بقيادات الحوثي اتفاقا للانسحاب من المدينة مدينة الحديدة ومنائها قبيل عرض رؤيته لاستئناف المفاوضات بين كافة الأطراف اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لإقرارها والبدء فيها. وعلى الصعيد الميداني، استهدفت مقاتلات التحالف العربي مقرا لقيادات ميليشيا الحوثي في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة. يأتي هذا فيما قام الجيش اليمني بتمشيط مناطق واسعة بمديرية لتحيتة جنوبية الحديدة في إطار عملياتها العسكرية لتعقب الحوثيين. وأكد التحالف العربي في اليمن استمرار إصدار تصاريح للسفن المتجهة لميناء الحديدة. وجدد المتحدث باسم التحالف التركي المالكي في مؤتمر صحفي اتهمه للحوثيين بعرقلة وصول السفن للميناء. التصاريح الممنوحة لميناء الحديدة والتي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، هذا اليوم تم أيضا التصريح خلال 24 ساعة الماضية بعدد واحد تصريح لسفينة متجهة إلى ميناء الحديدة. كافة التصاريح تمنح لميناء الحديدة. أوضحنا في اليومين السابقة ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تعطيل وعرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة. كان هناك سفينة أو سفينتين، هي السفينة Great Key والسفينة MT رهونة، أمضت أكثر من 69 يوم في منطقة الانتظار بعد أن قام التحالف بالإعلان عنها. هذا وقد اتهم المتحدث باسم التحالف العربي إيران بدعم الحوثيين بأسلحة متطورة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي. جميع القيادات الحوثية مهما حاولت من تغيير مكان نومها، مهما حاولت التنقل بالدراجات النارية أو السيارات المتسخة في داخل العاصمة صنعاء أو مدينة صنعاء أو كافة المدن اليمنية، هم تحت مرأة ومنظر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، ويتم تتبعهم ولاعتبارات إنسانية ولحياة المدنيين يتم على المحافظة عليها. المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية كاملة في وضع المسؤولية على النظام الإيراني في تهريب هذه الصواريخ وهذه القدرات النوعية، سواء كان للميليشيات الانقلابية أو الجماعات الإرهابية أو تجارة أو تجار السلاح حول العالم. وفي بلاد الرافدين، ومع انتهاء دورة النيابية الثالثة، دخل العراق في فراغ تشريعي هو الأول منذ 15 عاما، ولم تنجح محاولات بعض الكتل النيابية في الحيلولة دون بلوغه من خلال مساعيها لاستصدار قرار نيابي بإعادة الفرز اليدوي الشامل لنتائج الانتخابات الأخيرة، عملية كانت لتفتح الباب أمام استمرار عمل البرلمان المنتهية ولاياته لأشهر. دخل العراق مرحلة فراغ دستوري بعد أن انتهت ولاية البرلمان دون تمديد، وعدم وجود برلمان يملأ هذا الفراغ يعد الأول من نوعه منذ 15 عاما. اعتراضات الكتل السياسية والاتهامات بالتزوير التي شابت نتائج الانتخابات أدت في نهاية المطاف إلى قرار من المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بإعادة فرز ما يقارب من 11 مليون صوت يدويا في الانتخابات، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية. للأسف الشديد شابت عملية الانتخابات الكثير من التلاعب المبرمج والممنهج، أكرر، التلاعب المبرمج والممنهج قبل البدء بالعملية وأثنائها وبعدها من قبل مجلس المفوضين وكذلك الكيانات السياسية والمرشحين. أما الحكومة فتستمر بعملها وتناط بها مهمة تصريف الأعمال اليومية رغم الجدل حول هذه المفردة، فبعض القانونيين يقولون إن الحكومة تتمتع بالصلاحية التامة وقادرة على اتخاذ القرارات المهمة والحساسة التي تتعلق بالملفين الأمني والعسكري وكذلك في الملفات الاقتصادية وتسيير شؤون البلاد العامة، لكنها ستكون مقيدة، فلن يكون لها الحق بعد الآن في توقيع اتفاقيات أو عقد أي تفاهمات دولية أو اتخاذ أي قرار أو تشريع قانون يحتاج إلى تصديق البرلمان إلا فيما يتعلق بأمن الدولة وسيادتها. فهذه المفوضية بهذه الحالة
التي أشرفت على انتخابات كبيرة التي يتعلق برسم خارطة الطريق إلى تحديد مؤسسات أخرى، وهي المؤسسة التنفيذية والمؤسسة رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك كل الوزراء الذين يتم التصويت عليهم. كل هذه بدأت في من خلال هذه الانتخابات، ومجالس المحافظات التي تأتي بعدها سوف لن تكون أقل من هذه الانتخابات التي أجريت. ومع فتح احتمالات لتعقيد المشهد السياسي في العراق إذا تحولت عملية إعادة العد والفرز اليدوي إلى مفاتيح للصراعات السياسية، إذا ما كان هناك رفض للنتائج في حال خسر الفائزون وربح الخاسرون، ما يدخل البلاد في مرحلة سياسية جديدة تتعالى فيها مطالب إعادة الانتخابات بالكامل وما يرافقها من إشكاليات وعوائق. عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق في دورتها 14 المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من العراق بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقدمت العراق تقريرها إلى اللجنة إعمالا لنصوص أحكام الميثاق العربية أو أحكام الميثاق العربي لتقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. وتعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها على مدى 3 أيام قبل وبعد عقد الدورة لدراسة تقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان. مؤكدا رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لجمهورية العراق ودعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي ودعم البرلمان العربي لجهود العراق في محاربة الإرهاب والتأكيد على العمق العربي للعراق وضرورة عودته لممارسة دوره الطبيعي في العمل العربي المشترك خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية، ونأمل أن تكون الانتخابات النيابية التي جرت في العراق مؤخرا بوابة لعودة الاستقرار والطمأنينة للشعب العراقي، وأن تفضي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق. اعتقلت كل من السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية 6 أشخاص بينهم دبلوماسي إيراني للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا. هذا وقد أفاد النائب العام البلجيكي أن متهمين 2 يحملان الجنسية البلجيكية ومن أصل إيراني يشتبه بأنهما حاولا تنفيذ تفجير السبت الماضي في ضاحية فيلبنت في باريس خلال مؤتمر المقاومة الإيرانية. عثرت قوات الإنقاذ التايلاندية على 12 صبيا وعلى مدربهم أحياء في كهف فقدوا فيه منذ 10 أيام بشمالي البلاد. وأوضح حاكم مقاطعة تشيانغ راي أنه تم إنقاذ المفقودين جميعا، وكان الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما قد حاصرهم فيضان إثر دخولهم الكهف. وأثارت جهود إنقاذ المفقودين الاهتمام في جميع أنحاء تايلاند وشاركت فيها فرق أجنبية. مشاهدينا الكرام، النشرة ما زالت مستمرة. نعم، ولكن بعد هذا الفاصل مباشرة. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. عودة مرة أخرى إلى أنباء العاشرة من أونلاين. وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سويسرا في جولة أوروبية تشمل النمسا لحشد الدعم للاتفاق النووي. وفي تصريحات له قبيل مغادرة طهران قال روحاني أن الزيارة ستكون فرصة للتباحث بشأن مستقبل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. كما عرب روحاني عن أمله في أن يقدم الاتحاد مقترحات بشأن الاتفاق خلال الأيام المقبلة. وتأتي الزيارة بعد نحو 2 من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق في خطوة أثارت حفيظة باقي الدول الموقعة عليه.
اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين جنوب غربي البلاد احتجاجا على تلوث المياه. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوات الأمن فرقت حشدا قالت إنه كان يقوم بالإخلال بالأمن العام في مدينتي خرمشهر وعابدان الواقعتين في محافظة خوزستا. ولم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، لكنها أشارت إلى أن تلوث المياه في المدينتين أشعل عدة تظاهرات خلال الأيام الأربعة الأخيرة. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لن يناقشا خلال القمة المقرر انعقادها في 16 من الشهر الجاري أزمة جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2004. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين أعلن مرارا أن القرم لن تكون على جدول المحادثات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من روسيا. وكان ترامب قد أعلن السبت الماضي رفض استبعاد قبوله ضم روسيا للقرم، الأمر الذي قد يتسبب في استياء الحلفاء الأوروبيين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي والمقررة في 11 من يوليو الجاري. شهد الكرام للمزيد معنا عبر سكايب السيد عمرو أديب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. سيد عمرو أهلا بك. ربما لقاء ترامب بوتين في 16 في هلسنكي بالتأكيد هناك ملفات ربما تكون واضحة وملفات ربما تكون يعني متراجعة أو خفية. أهم الملفات التي ستكون مباشرة في لقاء الرئيسين؟ طبعا الملفات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية كثيرة جدا، مختلفة الأماكن ومختلفة حتى القارات. هناك مشاكل كثيرة، هناك نقاط ساخنة كثيرة بين الجانب الروسي والجانب الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أوكرانيا وشرق أوكرانيا شبه جزيرة القرم، الوضع الأمني في منطقة بحر البلطيق، سوريا، ليبيا، اليمن، إيران، هناك العديد من الملفات. لكن مناقشة هذه الملفات أو مجرد القدوم لخطوة الجلوس على مائدة مفاوضات بين رئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خطوة جيدة، ولكن لن تحل أي مشكلة قائمة بمجرد الجلوس لمرة أو مرتين أو ثلاثة حتى، لأن الملفات الشائكة كثيرة ومتشابكة بشكل كبير وبشكل قوي. لا يمكن للرئيسان أن يقوموا لا يمكن للرئيسان أن يصلوا إلى أي حل يصل بهم إلى حل هذه المشكلات. لكن إذا ما كان الحديث عن تنازلات من الجانبين، تنازلات من جانب دونالد ترامب بالاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، أو تنازلات من الجانب الروسي فيما يخص الملف النووي الإيراني أو فيما يخص الملف السوري، سنكون أمام اتفاق من الممكن أن يكون في الجلسة القادمة. يعني هلسنكي الجانب الأمريكي لم يختارها فقط يعني اعتباطا، هلسنكي أو اجتماع الولايات المتحدة الأمريكية وما قبل ذلك الاتحاد السوفيتي في هلسنكي يوم 9 سبتمبر 1990 كان هذا اللقاء هو أساس تفكك الاتحاد السوفيتي. كان هذا اللقاء بين جورج بوش الأب وبين ميخائيل غورباتشوف الذي كان على أساسه تم حل الاتحاد السوفيتي، الذي كان على أساسه اليوم أو حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. إذا ما كنا نتكلم عن تنازلات سيكون هناك اتفاقات بالفعل، ولكن إذا ما كان هناك تشدد في المواقف من جانب خصوصا من جانب الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر الوضع كما هو عليه، وسنكون أمام أمل في المفاوضات بين الجانبين للوصول لحل لمعظم المشاكل أو على الأقل لمشكلة واحدة من المشكلة. سيد عمرو، يعني بالإضافة إلى ما أشرت إليه من تنازلات متبادلة، هناك من يقول أن القمة المرتقبة ربما تصب في مصلحة الرئيس الروسي. هي بالطبع ستصب، يعني إذا ما تم الاعتراف من جانب دونالد ترامب بضم شبه جزيرة القرم يعني سيكون ذلك في صالح الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن هذا يعني دونالد ترامب لن يقدم على خطوة مثل هذه إلا في حالة تقديم تنازلات من الجانب الروسي. السؤال الآن ما هي أو ما حجم هذه التنازلات؟ هل التنازلات هي الابتعاد عن إيران وجعل إيران فريسة سهلة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، أم ستظل روسيا واقفة بجانب إيران فيما يخص الملف النووي وفيما يخص العقوبات الغربية على إيران، وأيضا فيما يخص طرد القوات الإيرانية من سوريا؟ وما أظن الجانب الروسي يعمل على ذلك منذ فترة، لأن الجانب الروسي هناك ضغوط إسرائيلية أمريكية كبيرة عليه لطرد القوات الإيرانية، وهناك تصريحات من الجانب الروسي بأنها تسعى لخروج القوات الأجنبية، لم تسمي اسما معينا
بل اشارت الى خروج قوى. احنا نقدر نسميها طبعاً. هي روسيا تعمل بالفعل، وهذه يعني بناء على معلومات يعني انا اثق بها تماما، ان روسيا تعمل بالفعل على طرد قوات بالفعل هو تعبير دبلوماسي فقط، لكنه يقصد بالفعل يقصد طبعا ايران. عموما سيد عمرو، يعني قبيل القمة ما بين ترامب وبوتين، سيلتقي دونالد ترامب بأعضاء حلف الأطلنطي قبل عشرة، هل هذا اللقاء يمكن أن يكون نقطة في صالح ترامب أثناء لقائه مع بوتين؟ طبعا، يعني انا قلت حتى في سياق حديثي ان الجانب الغربي بقياده الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه لا تحارب ولا تقف في موقف عدائي لروسيا وحدها، ولكن نتكلم هنا عن الاتحاد الاوروبي ككل، ونتكلم عن حلف شمال الاطلنطي. لذلك نعم. كان لذلك ستكون او سيكون لقاء دونالد ترامب بقاده الحلف الاطلنطي مهم جدا قبل لقائه بفلاديمير بوتين، لان هناك العديد ايضا من المعضلات المصارة بين الجانبين، فيما يخص مثلا الدنمارك منذ فتره قليله قالت انها من الممكن ان تمنع مشروع السيل الشمالي. هذا امر مقلق جدا في روسيا، وامر في غايه الاهميه ايضا للاتحاد الاوروبي ولبروكسل عموما، سواء حلف شمال الاطلنطي او الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه. لذلك لقاء بقادة حلف شمال الأطلنطي أمر مهم قبل لقاء بوتين، لأن كل الأمور المصارة بين الجانبين هي تخص الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وطبعا حلف شمال الأطلنطي. نعم سيد عمرو، اسمح لي يعني أن أشير إلى جملة في افتتاحية صحيفة نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت إلى أن الولايات المتحدة في خطر عندما يلتقي بوتين، ويجب الاستعداد جيدا للقمة. هذا ما قالته الصحيفة الأمريكية. ونحن نقول هنا الاتحاد الروسي في خطر قبل لقاء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. هذه أمور ضغط وأدوات ضغط على القيادة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا كما نرى هذه الضغوط على القيادة السياسية هنا في روسيا، هناك كما ذكرت في بداية حديث أن لقاء هلسنكي 9 سبتمبر 1990 أمر كابوس بالنسبة للروس، كابوس، لأن بعد هذا اللقاء بفترة قليلة تم حل الاتحاد السوفيتي، تم التخلص من صدام حسين والعراق، تم دخول القوات الامريكيه في الشرق الاوسط، يعني كل هذه الامور خصوصا في هلسنكي يعني هو كابوس بالنسبه للكثير من الروس هنا. لذلك افتتاحات الصحف او بعض المقالات هي فقط امور ضغط يعني يمارسها الصحفيين ضغط وتحذير ربما. عموما سيد عمرو الديب، ستكون ملفات القمه متعدده المستويات والموضوعات. شكرا جزيلا سيد عمرو الديب الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من موسكو. حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية قد يضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، ويدفع إلى ردود انتقامية قوية. وهدد ترامب بفرض رسوم نسبة 20% قد يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة على واردات السيارات الأوروبية، مبررا ذلك بمخاوف يشكك كثيرون بمدى صحتها تتعلق بالأمن القومي. ويعد تهديد ترامب الحلقة الأخيرة في سلسلة حرب تجارية متصاعدة، فرض الاتحاد الأوروبي بموجبها رسوما على منتجات أمريكية ردا على رسوم ترامب على صادرات الحديد الصلب والألومنيوم الأوروبية. أعلن المعهد الوطني الانتخابي في المكسيك فوز المرشح اليساري مانويل لوبيز أوبريدور برئاسة البلاد، وقد حصل أوبريدور على ما يقرب من 53% من أصوات الناخبين في الاختراع الرئاسي، بينما جاء المرشح المحافظ ريكاردو أنايا في المركز الثاني وحصل نحو 22% فقط من الأصوات. هذا وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس المكسيكي الجديد لوبيز أوبرادور، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية المكسيكية. وخلال تغريدة على تويتر أبدى ترامب استعداده للتعاون مع لوبيز، مؤكدا على ضرورة العمل تجاه مختلف القضايا لتحقيق المصلحة العامة للبلدين. خلال مؤتمر صحفي له أثناء لقائه برئيس الوزراء الهولندي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أكد للنظير المكسيكي الجديد أن الانتخابات كانت أفضل من سابقاتها، وأشار إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات خاصة الحدود.
أجريت مقابلة هذا الصباح مع أربعة قضاة كبار من المحكمة الدستورية العليا، وهم أشخاص رائعون ومتميزون سواء من الناحية الأكاديمية أو الجوانب الأخرى. وقضيت أوقاتا مثمرة من صباح اليوم سواء في محادثتي الهاتفية مع الرئيس المكسيكي المنتخب، والذي أعتقد أنه سيعمل معنا بصورة جيدة فيما يتعلق بالحدود، خاصة أن لدينا قوانين سيئة جدا تتعلق بإدارة الحدود وقوانين الهجرة، وهذه القوانين هي الأضعف في العالم ومسار سخرية الجميع. فالمكسيك لديها قوانين هجرة قوية وتستطيع مساعدتنا لحين تشديد القوانين الأمريكية التي ظلت سيئة لسنوات بل عقود طويلة. ولكن لقائي بالقضاة الأربعة كان رائعا، وسألتقي أيضا بقاضيين أو ثلاثة آخرين، وسنتخذ قرارات تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والقوانين الجديدة للعدالة التي سنتخذها خلال الأيام القليلة القادمة، وسأعلن عن رئيس المحكمة الجديد يوم الاثنين المقبل، وأعتقد أن الشخص الذي سيتم اختياره سيكون شخصا رائعا. أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحذيرات على أعلى مستوى وأوامر لإجلاء السكان بعدما التهبت سلسلة من حرائق الغابات التي تسببت بها الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة مساحات كبيرة من شمال كاليفورنيا. واندلع أمس حريق في مقاطعة يولو بدون التمكن من السيطرة عليه من قبل خدمة الإطفاء في كاليفورنيا، وتدخلت أكثر من 100 سيارة إطفاء وعشر مروحيات لإخماد الحريق في وقت امتد الحريق إلى مقاطعة نابا. إذن مشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس موريتانيا ونظيره الفرنسي ماكرون، وذلك في ختام الجلسة الأخيرة أو في الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 31. فإلى هناك نتابع. إطارا ناجعا لتنسيق مخططات التنمية الشاملة في المنطقة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات. وقد قدمها الرئيس ماكرون في وقت مبكر دعمه لمجموعة الخمس في الساحل من خلال دعوته إلى إنشاء تحالف من أجل الساحل. وعملت فرنسا إلى جانب جهودنا الدبلوماسية المكثفة في إطار مجلس الأمن من أجل أن نصادق على قرار لدعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل. وعملت فرنسا علاوة على ذلك على تعبئة التمويل لضمان نشر هذه القوة. وتتزامن الزيارة الحالية للرئيس إيمانويل ماكرون مع انعقاد الدورة 31 العادية للاتحاد الإفريقي، مما يجسد من جهة أخرى العناية الخاصة التي يوليها فخامة الرئيس ماكرون لقارتنا إفريقيا. وأنا على يقين أن هذه الزيارة ستكون بالنسبة لنا فرصة لبحث جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وستسهم بدون شك في تنمية العلاقات المتميزة أصلا بين بلدينا، وستخدم بشكل أفضل مصالح شعبين الصديقين ومع شعوب الساحل وإفريقيا. وفي إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع وإياكم الآن وقائع المؤتمر الصحفي الذي يجمع رئيس الموريتاني ونظيره الفرنسي ماكرون، وذلك في الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي. وتحدث عن تحالف من أجل الساحل ودعم القوة المشتركة الذي عملت فرنسا على تعبئة التمويل من أجلها. وتحدث أيضا الرئيس الموريتاني عن أنها تتزامن هذه الزيارة للرئيس الفرنسي في هذا التوقيت تحديدا مع تنمية العلاقات التي بين فرنسا وموريتانيا التي هي قوية في الأصل.
هذا وفي سياق نشرة مرة أخرى أمرت السلطات التركية باعتقال 68 مشتبها به منهم ضباط جيش، وذلك في إطار عملية تستهدف أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمتهم بمحاولة التمرد قبل عامين عبد الله جولن. وصرحت مصادر إعلام تركية أن 19 ضابطا في الخدمة كانوا بين من أمرت السلطات باعتقالهم في العملية التي ركزت على القوات البرية للجيش في 19 إقليم. وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صرح في مارس الماضي بأن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص. شهد الكلام نعود مرة أخرى لنوكشوت حيث كلمة الرئيس الفرنسي مع الرئيس الموريتاني. ما يقوم به معتنق التطرف من أعمال بشعة، أول ضحايا الأفارقة أنفسهم وكل الشعوب التي تعاني مآسي وويلات التطرف. هنا أثمن عاليا الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز من أجل القضاء على الإرهاب في موريتانيا. أؤكد أن العلاقات بين موريتانيا وفرنسا لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، رغم أهميته بل تتعداه إلى جوانب أخرى عديدة. في مجال التعليم مثلا، فرنسا تقدم الدعم اللازم في تعليم اللغة الفرنسية في البلدان الناطقة بها ومواكبة التعليم العالي. وفي المجال الثقافي ثمة تعاون متواصل، سنعمل خلال هذه الزيارة على عقد لقاءات مع بعض الشخصيات الثقافية المعروفة في موريتانيا. ولدينا علاقات طيبة مع المدرسة المتعددة التقنيات التي تخرج نخبا علمية متميزة في موريتانيا. وقبل أن أنهي هذه الكلمة، أعبر لكم عن كامل رغبتي والاستعداد لمواصلة وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال المزيد من المشاريع التنموية المشتركة. نقلنا لكم هذا الجانب من المؤتمر الصحفي بين الرئيس الموريتاني والرئيس الفرنسي ماكرون في ختام مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي 31. اعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي جيم يونغ جيون اعتزام الحكومة تنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك من خلال القمة المرتقبة بين الكوريتين. وقال ان الحكومة ستركز على اطفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين الكوريتين عند التحضير لهذه القمة. ومن المقرر ان يزور وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بصفته رئيسا للوفد الجنوبي لحضور مباريات كرة السلة بين الكوريتين. ما زالت نشرتنا متواصلة من أونلاين. انتظرونا بعد قليل. مشاهدينا الكرام، عودة إلى أنباء العشرة. في سياق النشرة مرة أخرى وفي الأخبار المحلية، بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومة والبنك. وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى مزيد من التعاون من البنك في عدد من البرامج التنموية، مشددا على حرص الحكومة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد الذي يسهم في تحسن مستوى المعيشة للمواطن. من جانبه أشاد المدير التنفيذي بالبنك الدولي بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن البنك دعم البنك لمصر من أجل الاستمرار في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الشائعات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما هاب بالمواطنين الإبلاغ عن أي معلومات مغلوطة عبر رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528 على مدى 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد 12 مناسبة تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية. كما حدد القرار الوزاري 5 مناسبات يتم الاحتفال بها ولكن بدون أن تعطل فيها الوزارات والهيئات العامة. وأسند القرار لوزير القوى العاملة تحديد العطلات للعاملين بالقطاع الخاص والتي يستحق العاملون بها إجازة بأجر كامل. حضر وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحه الفريق محمد زكي الى العاصمه الفرنسيه باريس على راس وفد عسكري رفيع المستوى في زياره رسميه تستغرق عده ايام. ومن المقرر ان يبحث القائد العام خلال تلك الزياره مع كبار المسؤولين العسكريين سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في ضوء العلاقات المتميزه التي تربط القوات المسلحه لكلا البلدين في العديد من المجالات. كما يناقش خلال الزياره عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث مبدا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار تنظيم المناقصات والمزايدات وإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته. كما وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الضرائب على الدخل والتي تجيز فرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء. كما وافق على تعديلات قانون الجمارك والتي تقضي بإعفاء مؤقت من الضريبة الجمركية للسلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمكونات المستوردة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية من خلال موقع الرسمي. قالت الوزارة إن المدارس المصرية اليابانية تسعى إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية الذي يعنى بالتنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب مما يساعد على خلق مواطن صالح للمجتمع. انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر العريش الشعبي برئاسة محافظ شمال سيناء عبد الفتاح الحور وذلك من مقر المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش. وشارك في الحضور قيادات ورموز من أهالي شمال سيناء ورؤساء النقابات المهنية وعمداء كليات الجامعة أو جامعة العريش وممثل الجمعيات الأهلية. وخلال كلمته بالمؤتمر أعرب رئيس قطاع تأمين شمال سيناء ممدوح جعفر عن تقدير كافة قيادات الدولة لدور وجهود أهالي شمال سيناء في معاونة الأجهزة الأمنية لتطهير البلاد من الإرهاب. كما أشار جعفر إلى أن هدف الدولة الرئيس هو القضاء على الفكر التكفيري وجذوره مؤكدا على قدرة أجهزة الأمن على المواءمة بين عودة الحياة لطبيعتها والضرورات الأمنية. تتوجه اليوم وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إلى قبرص للقاء المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارس المغتربين فوتس فوتيو ونائب وزير الخارجية اليوناني يوتيرانس كويك. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الثلاثي التحضير للنسخة الثانية من مؤتمر إحياء الجذور للشباب المصري واليوناني والقبرصي. قالت مكرم أن النسخة الأولى من مؤتمر إحياء الجذور فتحت المجال في تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الدول الثلاث. ومن جانبه أوضح وزير الخارجية اليوناني أهمية هذا اللقاء الثلاثي للتشاور حول ملامح النسخة الثانية من المؤتمر بهدف توطيد العلاقات بين شباب الدول الثلاث حيث عقدت النسخة الأولى من هذا المؤتمر بمصر في نهاية أبريل الماضي. طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت من المزارعين شراء كافة مستلزمات وقاية النبات من الموزعين المعتمدين نظرا لوجود شكاوى من وجود مبيدات مغشوشة يتم شراؤها من مصادر مجهولة. أحيانا بعض إخواتنا المزارعين بيشتكوا أن المبيد غير فعال أو أنه المبيد مغشوش لأنه اشتراه من مصدر مجهول.
بينما التوسع في ان احنا يبقى عندنا 50,000 مطبق للمبيدات، يعني عندنا 50,000 موزع فاهم هو بيوزع ايه وعارف انه هيبقى فيه متابعة وتقييم لأدائه، وانه ممكن يخرج من هذه القائمة، وفي نفس الوقت ده هيدي سمعة طيبة للمواقع اللي احنا بنعتمدها كموزعين للمبيدات. والمفروض ان اخواتنا المزارعين يشتروا كافة المستلزمات وقاية النبات من هؤلاء المطبقين. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت أن التعاون مع المجلس التصديري يهدف إلى الارتقاء بمستوى ثقافة التعامل مع المبيدات وتشجيع المزارعين على الاستخدام الأمثل لها، بما يحقق إنتاجا زراعيا متميزا قابلا للتصدير. بنجد تعاون من المجتمع المدني ممثلا في المجلس التصديري مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بهدف الارتقاء بمستوى ثقافة التعامل مع المبيدات، وأيضا تشجيع المزارعين على الاستخدام الأمثل للمبيدات بما يحقق إنتاج زراعي متميز آمن قابل للتصدير وقابل للاستهلاك في داخل البلاد. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار إن إتاحة التعليم لكل أفراد المجتمع سواء كان قادر أو غير قادر مهمتنا الأساسية من خلال المنح الدراسية التي نقدمها للطلاب. وأشار خلال افتتاحه للجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى سعي الوزارة للتوسع في مجالات التعليم التكنولوجي عبر معاهد الإلكترونيات. وأوضح الوزير أن التوسع في التعليم الدولي يفيد المجتمع بأكمله، وأن أعضاء هيئة التدريس عليهم دور كبير لتقديم رسالة أو رسالة التعليم للمجتمع. مشاهدينا الكرام، انتهت انباء العاشرة من اونلاين، ولكن لن يتبقى الا التذكرة باهم العناوين. 49 عضوا بالاتحاد الافريقي يوقعون على اتفاقية التجارة القارية الحرة. السيسي يواجه برفع كفاءة شبكة السكك الحديدية والطرق وتطوير المنظومة التأمينية لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحوادث. عزام الأحمد يؤكد مواصلة التحرك لعزل الموقف الأمريكي بشأن القدس ويشيد بدور البرلمان العربي تجاه القضية. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة. انتظرونا على رأس الساعة. إلى اللقاء.